الهدف في عندي state space representation وبدي احوله للكنترولر بالكانونيكال فور. فعندي A بتساوي minus 3 plus 3 0 0 minus 2 2 و 0 0 minus 1. اوكي هاي A. طبعا واضح هاي لا هي بالكنترولر بالكانونيكال فور ولا بالاوبزرفبل ولا بالدايجونال ولا حتى جوردن. وبعدين عندي B بتساوي 0 0 1 اوكي هي بي 0 0 1 سي بتساوي 1 0 0 ودي بتساوي 0 اوكي هي الستيت سبيس ريبريزنتيشن لهذا الموديل. بدي اطلع ام ام اللي هي الكنترولابيلتي ماتريكس فراح اخذ بي لها كمان بدي اطلع لنا الماتريكس طلع الماتريكس ولا في ماتريكس بطلع ام مباشره كنترولابيلتي بفحص كنترولابيلتي انا بدي اطلع ام ما بفحص لا بعطيني الكنترولابيلتي ماتريكس بعطيك اياها ايش هو سي تي ار بي كانه اتوقع بعطيني الكنترولابيلتي ماتريكس مضبوطه هاي الكنترولابيلتي ماتريكس هيك 006 02 6 1 1 1 تمام اوكي هلا حتى افحص بدي اطلع لازم اطلع الدبليو حتى اطلع دبليو بدي اطلع الكوفيشنتس تبعت الكوفيشنتس تبعت البولينوميال ناخذ A وهي A A لو طلعنا راح اطلع البولينوميال البولينوميال راح يكون عندي لامدا او S S I minus A ف S I minus A بيساوي رح ناخذ S minus minus 3 بتصير S plus 3 وبعدين عندي هون minus 3 0 0 هون عندي S minus minus 2 بتصير S plus 2 بعدين عندي minus 2 0 0 بعدين بتصير S plus 1 مزبوط فبصير عندي هلا S I minus A بتساوي S plus 3 نعم بقول ضرب الدياجونال فيس بلس 2 فيس بلس 1 لو لورت لورت عندي الماتريكس فبالتالي بيكون ضرب الدياجونال صح هدول ضرب بعض يعني بدون ما تاخذها كلها كامله لا لان هي لورت الماتريكس فبصير عندي اس بلس 3 في اس سكوير بلس 2 اس بلس 1 بلس 3 اس بلس 2 وبعدين بصير عندي اس كيوب هاي في هاي زائد 3 اس سكوير زائد 2s زائد 3s سكويرد زائد 9s زائد 6 فبتصير عندي s كيوب زائد 3 و3 6s سكويرد 2s 11s زائد 6 ف a3 بتساوي 6 a2 بتساوي 11 a1 بتساوي 6 و a0 باي ديفولت بتساوي 1 هلا حتى اطلع الدبليو ماتريكس الدبليو ماتريكس شو بتساوي؟ بهمل a3 وببدا ب A2 11 6 1 6 1 0 هاي اكثر من واحد سالني عنها مش هيك W اللي هي W ما لها اسم علمي بس احنا ممكن نسميها هي الماتريكس the coefficients of the characteristic polynomial بس بنهمل منه AN فاخذنا 11 و 6 و 1 بعدين عملنا لهم شيفت 6 و 1 0 بعدين عملنا لهم شيفت 1 0 0 اوكي الكل واضح فاهم هاي W دبليو هي اللي بستخدمها عشان احول الكنترول بالكانونيكال فور فدبليو راح تساوي 11 6 1 6 1 0 1 0 0 دبليو اذا هلا صار عندي تي تساوي ام ضرب دبليو صار هي هلا هاي ترانسفورميشن مش هيك؟ نذكر حالنا هلا شو المعادلات ايش الاي نيو بتصير؟ بتذكرين A نيو كيف نحسبها؟ احنا عم نعمل سيميلاريتي ترانسفورميشن. تي ماينس 1 في A في T. A نيو بتساوي T ماينس 1 في A في T. هاي مبنية على أي ترانسفورميشن؟ شو عملنا؟ قلنا X بتساوي T في Z. مضبوط؟ متذكرين؟ نحطها هون نكتبها. فعندي X دوت كانت تساوي AX بلس du y بتساوي cx plus du عوضنا محل x tz مش هيك؟ tz ف
فبصير عندي هون تي زد دوت بتساوي اي تي زد زائد بي يو. وهون اذا ضربنا هلا بنضرب في تي ماينس 1 تي ماينس 1 تي ماينس 1 تي ماينس 1 مع تي 1 اي الجديده شو صارت؟ اي بتساوي تي ماينس 1 اي في تي. بي الجديده شو بتصير؟ تي ماينس 1 في بي. وراح تشوف هون انه سي نيو بتساوي سي في تي ودي ما بتتغير. نفحصهم هلا نشوف شو بصيروا هلا السيستم الجديد. راح اخذ هلا A نيو بتساوي انفرس T ضرب A ضرب T. هل هي بالكنترول بالكنيكال فورم؟ هلا نطلع على B. B بتساوي B نيو عفوا B نيو تساوي T انفرس ضرب دي القديمة فاعطتني اياها بالألف فصار بالكنترول بالكيميكال فورم. سي راح تتغير سي نيو تساوي سي اولد في تي فصارت 6 0 0. اوكي ودي ما بتتغير. اوكي فهيك عملنا ترانسفورميشن للكنترول بالكانونيكال فورم. اوكي ماشي الكل واضح فاهم؟